السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا تيم جامعة سوهاج، مشروعنا هو مشروع الباور كواليتي. عملنا كت بتعرض مشاكل الباور كواليتي وحلولها، وهنعرض كل الكلام ده في الفيديو في الدقائق الجاية. وهنبدأ بعرض الحالات عندنا على الكت. وأول حالة معنا هي حالة الباور فاكتور وحالة الستيبلو، فيها بيكون الباور فاكتور عند الواحد. وهنبدأ بتشغيل الستارت بالستارت بالدراك، بعد كده بنشغل الريكونكلود واللي هي عندي عبارة عن أربع لقبات كانت في الدام، وبعد كده على جهاز البار لوجيك نلاحظ إن فهمت الباور فاكتور عندي بواحد. وبعد كده بندخل للباور كواليتي ميتر ونلاحظ إن أنا عندي لينير لود، فبيكون مفيش تيارات هارمونكس، وبيكون التيار الوحيد اللي عندي هو تيار الفاندمنتال. الكيس التاني اللي معانا على الكيت هي كيس الإندكتيف. هنبدأ تشغيل الكيت عن طريق رفع الستارتنج سيركت بريك، تشغيل الاحمال اللي عندي اللي هم عباره عن اربع لمبات. فهنلاحظ قيمه الباور فاكتور عشان الانبوت اللي عندي عباره عن ريزيستيف لود قيمته 1. هنعمل سيميليشن للاندكتيف لود، هنعمل انسيرت للكويل اللي عندي 192 ملي هنري، فالباور فاكتور هيجي لي قيمه 58% او 59%. ولو الباور فاكتور نوع هنا لاجل عشان ده عباره عن حمل اندكتيف. البار لوجيك هنشوف عاملين هنا قيمه بريدج لنحسب قيمة الكرنت قبل وبعد تحسين الباور فاكتور عن طريق الباور كواليتي ميتر ديفايس. الفار لوجيك هيحس قيمة اللو باور فاكتور، هو الدخل عنده عبارة عن إشارة الجول وإشارة الكرنت عن طريق كرنت ترانسفورمر، فبيشوف الفيش شيفت بينهم وبيحس اللو باور فاكتور، وبناء عليه بيدخل كاباستور ستيبس اوتوماتيك كاباستور بانك عن طريق كل كاباستور كونتاكت. هنا دخل أول كاباستور ستيب عبارة عن، فالباور فاكتور تحسن لقيمة 7/10. في ديلي تايم بين كل كباستور والثانيه، البار لوجيك بيحسب فيها قيمه البار لكل مكسر. دخل هنا الكباستور الثاني ستيب الثانيه، فالباور فاكتور تحسن لقيمه 82%. دخل الكباستور ستيب 3، فالباور فاكتور تحسن لقيمه 93%. هنلاحظ برضو عن طريق البريدج اللي احنا عاملينها لقياس الكرنت اللي بيسحبه الملف الاندكتيف لود قيمه الكرنت اللي سحبه الملف بعد تحسين الباور فاكتور. اول ما نعمل هنطلع الكويل اللي عندنا، فبالتالي الاحمال عندي كده عن طريق المكثفات عباره عن كباستيف لود. هيبدا البور لوجيك يخرج كل كباستور ستيبس اوتوماتيك عندي، فالباور فاكتور هنا نوعه كباستيف. في ديلي تايم بين كل كباستور خروج كل كباستور ستيب والتاني، فهنلاحظ ان الباور فاكتور هنا هيرجع يونيتي عشان الاحمال تحولت ريزيستيف لود عندي. الكيس الثالثه اللي هنعمل لها سيميوليشن معانا على الكيت هي مشكله الهارمونكس. هنعمل المشكله باستخدام الكترونيك ديمر ترياك عادي بتحكم بيه في شده اضاءه اللمبه. هنعمل حل للمشكله باستخدام باسيف فلتر بيعمل عندي ميتيجيت للفيفث هارمونكس. هنبدا تشغيل الكيت برفع الستارتنج سيركت بريكر، تشغيل اللمبه اللي بتحكم في اضاءتها عن طريق الدم. بزود ضغط اللمبه او بقلل باستخدام الكترونيك ديم. نتيجه لوجود الهارمونكس عندي في نوعين من الباور فاكتور، الديسبليسمنت باور فاكتور والترو باور فاكتور. الديسبليسمنت باور فاكتور بيكون ناتج عن الفيز شيفت وقيمته كالاتي. باستخدام البار لوجيك هنشوف قيمه الترو اور توتال باور فاكتور. في البدايه عندي التوتال هارمونيك ديستورشن عندي 4.5 في الفولتج، بشوف قيمه هنا الترو اور توتال باور فاكتور عن طريق ضرب الترو باور فاكتور في الديسبليسمنت باور فاكتور بينتج عندي الافريج باور فاكتور. عاملين في الكيت عند اللاين بريدج بنعمل بها ميجر لقيمه الكرنت هارمونيك ديستورشن باستخدام الباور كواليتي ميتر. هنلاحظ عندي في الباور كواليتي ميتر سبيكترم قيمه الفيفث هارمونكس عندي اعلى هارمونكس عندي موجوده، فلذلك صممنا بس الفلتر بيعمل ميتيجيت الفيفث هارمونكس. هنلاحظ اول ما دخلنا الباس فلتر حصل عندي ان الفيفث هارمونيك قلت بقيمه صغيره جدا. معانا كيس رقم 4 هي الريزونانس. عاملين ريبريزنتيشن للبرر ريزونانس عن طريق للسيرت هارمونكس عن طريق لاين رياكتور ستيب رقم 3، القيمتين بتاعتهم مظبوطين مع بعض هسي لاشوا بعض،
عند السيرك هارمونكس. لا اول حاجه نرفع السيركت بريكر، بعدين هنشغل الديمر كسورس الهارمونكس، نيجي نشوف السبيكترم في الهارمونكس في الكونس، بعدين نيجي نشغل المكثف، بعدين نيجي هنا للهارمونكس سبيكترم، بعدين نيجي نشغل اللاين رياكتور. نلاحظ ان السيرك هارمونكس قربت خالص من الفاندمنتال كده، احنا قدرنا نعمل ريزونانس عند السيرد هارمونكس. نيجي نعمل ريديوس للهارمونكس عند السيرد عن طريق الديتيوند رياكتور. نيجي نلاحظ ان السيرد هارمونكس قلت خالص كده، قدرنا نعمل نقلل قيمه الهارمونكس الثالثه باستخدام الديتيوند رياكتور. معانا السنجل لاين المشروع، عندنا واخدين من اللاين بعدين على السيركت بريك، بعدين طالعين على برجات بالباور كواليتي ميتر. عندنا هاي البرجات، هذه اللاين وعندي النيوتر، بنيجي نوصلهم على الباور كواليتي ميتر عشان خاطر نقيس الهارمونكس سبيكترم للهارمونكس كونتنت للكرنت، وعندي برضه هنا بيقيس الكرنت والفولتج والابيرنت والريكتو باور. وبرضه بعدين مستخدمين عاملين سيميوليشن لاين رياكتور بندخله عن طريق سيلكتور، وبعدين مستخدمين اندكتيف لود كويل بندخله التوازي مع اللاين، بعدين عاملين برجات للود عشان الطالب يقيس التيار في الاندكتيف لود اللي بيسحبه قبل وبعد الكومبنسيشن عن طريق الباور فاكتور كوركشن. بعدين مستخدمين الدمر كسورس للهارمونكس، مستخدمين ثلاث ستيب للهرمون، ثلاث ستيبس كاباستور نتحكم فيهم عن طريق فورست، عن طريق السلكتور، وعن طريق الفار لوجيك بيتحكم فيهم على حسب الباور فاكتور اللي ريفرنس اللي احنا مديهوله، هو يبدا يدخل الستيبس اللي عايزها على حسب قيمه الكيلو فار اللي هو قاسها. بعدين هنيجي نشرح للفار لوجيك، مستخدمين السي تي كانبوت للفار لوجيك، بعدين واخد لاين نيوترال ومتبرمج الفار لوجيك في الوايرنج بتاعه ان هو لاين تو نيوترال وايرنج. بعدين مستخدمين 3 انديكيشن لام كيدل ان هو اني ستيب دخلت من المكثفات سواء مانوال او اوتوماتيك عن طريق الفار لوجيك. الفار لوجيك مستخدمينه عشان خاطر يقيس الديسبليسمنت باور فاكتور والافريج باور فاكتور والترو باور فاكتور والكرنس والتوتال هارمونيك ديستورشن في الفولت. بعدين مستخدمين الارم كلمبه حمراء للفار لوجيك لو هو ادى شويه الارم، هم عاملين ستيكر للفار لوجيك اللي هو يبين للطالب ايه ممكن الارم اللي هو ممكن يديها الفار لوجيك. بعدين عندنا المكونات بتاعتنا، هذه الفار لوجيك، عندي الانديكيشن لام والسلكتور، وعندي الكويلز اللي عندي، وعندي انرش كارنت ريزيستور، وعندي كونتاكتور عادي. الانرش كارنت بنستخدمه مع المكثفات عشان خاطر نقلل الانرش كارنت. للاسف عندنا الاوسيلوسكوب 100 ميجا هرتز فما قدرناش نستخدمه، المدى بتاعه كبير خالص عشان احنا عندنا الهرتز بتاعنا 50، فاحنا برضو كنا عاملين الاوسيلوسكوب بريدجات، وان شاء الله هيتم تزويد المعمل بالسكوب بالمدى اللي احنا عايزينه 50. المعمل عندنا بال 100 ميجا هرتز. وبعدين مستخدمين فيوز كحمايه للفار لوجيك وسيركت بريكر للود وثلاث سيركت بريكر للمكثفات 3 ستيبس. وبعدين مستخدمين السيركت بريكر العمومي كحمايه من الشورت سيركت والايرث ليكج كارنت. لو حصل اي مرجنس مستخدمين المرجنس سويتش عشان يعمل يفصل الدائره.